السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين في برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة على إن الأهلي لا يفوز على المدير الفني طارق العشري لأكثر من عامين، فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي الأهلي مش قادر يفوز على طارق العشري بقاله سنتين. خليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي طارق العشري حقق هذا الإنجاز. ففشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد طارق العشري مدرب نادي سموحة للمباراة الرابعة على التوالي، وجاء ذلك عقب التعادل السلبي ما بين فريق النادي الأهلي ونادي سموحة في المباراة اللي كانت بتقام في الجولة التاسعة من الدوري العام المصري في استاد القاهرة، ولم يحقق الأهلي الفوز أمام طارق العشري منذ حوالي سنتين وأربع شهور تحديدا 848 يوم. ويرجع آخر فوز للنادي الأهلي على فريق بيدربه طارق العشري في 29 من أغسطس عام 2020، وكان وقتها الأهلي فاز على النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء. ومنذ ذلك الوقت لعب الأهلي 3 مباريات ضد طارق العشري، الأولى كانت في نهائي كأس مصر في 5 ديسمبر 2020، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان فاز الأهلي بركلات الترجيح. وفي الدوري التقى الطرفين مرتين، الأولى كانت في 27 إبريل 2022 وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، أما المباراة الثانية فكانت في 27 أغسطس 2022 وانتهت بفوز طلائع الجيش على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ان الأهلي لا يفوز على طارق العشري منذ قرابة العامين وبالضبط سنتين وأربع شهور وبالتحديد 848 يوم. في النهاية بنقول ان طارق العشري مدير فني كبير جدا، وهو دايما بيلعب بتكتيك دفاعي بنسبة 100%، والاهلي مش قادر يكسر هذا التكتيك الدفاعي لان هجومه ليس بالهجوم القوي في الفترة الاخيرة، ودايما بيصعب على لاعبي النادي الاهلي في هز الشباك امام المدير الفني القدير طارق العشري، لانه بيلعب بخطة لعب محكمة تخلي الفريق اللي قدامه يزهق وما يقدرش ان هو يسجل فيه اي اهداف، وفي نفس الوقت الفريق بيلعب على الهجمة المرتدة، يعني شغال بنظام اخطف واجري تسجل هدف او تخطف نقطة من فريق كبير زي فريق النادي الاهلي. فيا ترى يا هل ترى في النهاية هل اصبح طارق العشري عقدة عند الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ولا هي مسألة حظ في مباراة او اتنين وهيكسر هذا النحس في المباريات القادمة؟ يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في هذا الموضوع. هل أصبح طارق العشري عقدة بالنسبة للنادي الأهلي، ولا الأهلي قادر أن يكسر هذه العقدة ويسجل العديد من الأهداف والعديد من المباريات في الفوز في الفترة القادمة أمام مدير فني قدير مثل طارق العشري؟ وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.